الأهلي في كل مكان، ويوم جديد وكواليس جديدة للأهلي هنا في تونس، وبالتحديد النهاردة أول يوم لينا في مدينة سوسة، وهي المدينة اللي هيتلعب عليها مباراة الأهلي والنجم الساحلي في ذهاب دور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا. بطولة مهمة، مباراة مهمة. خلينا أقول لكم إن الأجواء هنا يمكن أجواء جيدة جدا لهذه المباراة، في حماس كبير جدا من جمهور فريق النجم الساحلي. خليني أقول لكم إن هنا يمكن متعصبين شوية لفريقهم، يعني أكتر من الترجي شوية. المدينة كلها هنا بيشجعوا النجم الساحلي، النادي الأساسي بالنسبة لهم، وكلهم عندهم أمل كبير جدا إن هم يفوزوا على النادي الأهلي في أولى مباريات دور نصف النهائي ويكملوا مشوارهم في البطولة الأفريقية. لكن إن شاء الله النادي الأهلي هيكون قد المسؤولية، ولاعيبة النادي الأهلي هيكونوا قد المسؤولية ويقدروا يحققوا نتيجة إيجابية. لكن خليني أقول لكم أو ناخد طبعا انطباعات الشارع التونسي هنا بالتحديد في مدينة سوسة وتوقعاتهم للمباراة. توقعاتك لمباراة الأهلي والنجم الساحلي؟ إن شاء الله للنجم الساحلي، باش نفوزوا، وهذه مش أول مرة، والنجم الساحلي في الملعب بتاعه ما يساومش لا شيء غير الانتصار. النجم الساحلي في ملعبه ما يساومش جملة، وبحول الله ما رابحين معناها. ولطوال الجمعيه الوحيده تقريبا في افريقيا اللي ما خسرتش حتى بارتي في معناها في البول هذايا نتاع الكوب الشامبيونز ليج، ما خسرت حتى ماتش، وبحول الله مش نربحوا الاهلي. بالك الترجي ما كانش خسر ولا ماتش برضه الاهلي فيه؟ الترجي تحكي لي على الترجي، صحيح الترجي جمعيه قويه وما كانش في نهارها، والارهاق عمل فيها الترجي، اما النجم جمعيه اخرى، وتسروا على الافريق الكل اللي يلعبوا لنا، النجم جمعيه اخرى ما تلعبلكش كوره عادي ما تربحك. ما تلعب عادي، ما يجي نهار ما يجيش في نهارها، ما تلعبش كورة، أما تربحك. عندنا جوارات قادرين يصنعوا الفارق في أي لحظة، بالباليريتي، باللاريير جوش، باللاريير دروا، عندنا برشا جوارات يصنعوا الفارق في أي لحظة، وبحول الله الأهلي مش نجمنا في السوسة. ما نجمتنا حتى جمعية، الزمالك أعطيناها خمسة، مازامبي أربعة عملنا معاها، سمعناها في طنبق المازامبي عملنا 0-0، برشا جمعيات ما نجمتناش في السوسة، وقت اللي عاطين هما في فال الجمعيات الأخرى اللي هي أقوى من النجم الساحلي. تكنيك في جوارات، اما تكتيكيا لطوال اقوى جمعيه. خليني اقول لك برضه النادي الاهلي نادي كبير، ومباراه صعبه اكيد، يعني مش بسهوله هتقدروا تفوزوا على النادي الاهلي برضه. حتى الزمالك كانت جمعيه صعبه العام اللي فات وربحنا، وما كان حتى واحد يتوقع 5-1 وربحناها. صحيح الزمالك تقعد، الاهلي تقعد جمعيه كبيره ومن اكبر الجمعيات في افريقيا، هذا لا شك فيه باش نبدا واضحين. اما الكره احكام، النجم زاد جمعيه كبيره. انتوا النادي الاهلي بتبصوا له ازاي؟ النادي الاهلي بالنسبه لكم بتعتبروه ايه؟ يعني احكي لي كده شو. النادي الاهلي زعيم الكره الافريقيه، هذا لا شك فيه. والنجم الساحلي عنده ما يقول زاد. النجم الساحلي عنده ما يقول في الافريق، وبشهادة الجميع وبشهادة المحللين عنده نقاط قوه، صحيح عندنا شويه نقاط ضعف بنصلحوهم، وعندنا جوارات وعندنا اللي في الكيف باش نفوزوا بحول الله، وحتى في مصر بحول الله ما نجمش نخسروا. والاهلي معروف عليها انها في بلادها ما تلعبش والبرة تلعب، كما عملت مع الترجي غادي 2-2 لهنا ربحت في الملعب الإسكندرية غادي. يعني أخيرا قول لي توقعاتك للماتش، كم النتيجة؟ أقل حاجة بالنسبة للحسم ما نشوف، 2 بلاش الطوال. صعب شوية. صعب صعب، احنا بنقول إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله الأهلي. هذه تكهنات. إن شاء الله 2 بلاش، إن شاء الله نجم الساحل.